بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى ببرقية إلى المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب واعرب جلالته في البرقيه عن استنكاره الشديد لمحاوله الاغتيال التي تعرض لها اثناء حضوره تجمعا انتخابيا في ولايه بنسلفانيا الامريكيه واكد جلالته حفظه الله ورعاه ادانته لكافه اشكال العنف السياسي التي تتعارض مع الاعراف والقيم الديمقراطيه معربا جلالته عن ارتياحه لان الرئيس السابق دونالد ترامب بخير